sale loco de contento con su. الفيديو هذا هنتكلم عن الترجمة. الترجمة في التقنية مهم بنفس الأهمية في المجالات الأخرى. طيب، الركيزة الأساسية للترجمة هي كل يعرفها أن الترجمة هي إيجاد الحروف S بالإنجليزية C بالعربي. تمام؟ هو نفس الصوت الحرف، هو نفس الحرف ولكن اختلاف الكتابة واختلاف اللغة. وهذه ترجمة بسيطة الكل يعرفها. جوجل ترانزليشن يساعدنا برضو ان احنا نعرف كار بالانجليزي ايش هي بالفرنسي، وهذا الشيء كله يجي في المجال اللغوي البحث، ولكن في المجال الفهمي الوضع يختلف. لو جبنا مثلا كتاب يتكلم عن مادة تقنية واعطيناها المختص في اللغة هيعجز ان هو يفهمها او يترجمها من لغه للغه، لانه وان كان يعرف المصطلحات ولكن ما هيعرف يصيغ الفهم السليم. تمام؟ طيب، هل الترجمه تقتصر على العمل الادبي فقط؟ الجواب وان كان في بعض المجالات الادبيه صحيح، ولكن في المجالات المهنيه في المجالات الفنية الترجمة تعني ليس فقط العمل اللغوي الأدبي، ولكن هو الفهم للمنتج، فهم كامل ووعي وإعادة بناءه ل لغة أخرى أو يعني مجتمع من العملاء مختلفين في احتياجاتهم وآخره. أبسط مثال للترجمة العادية اللي احنا نعرفها هي ترجمة الكتاب أو القصة من كتاب لكتاب هذا أو مشاعر. الترجمة اللي بدنا نشوفها في المجال يعني الفني فهي زي انت لما تشوف السيارة بنفس النوع سيدان مثلا، لكن من شركة لشركة من بلد لبلد تختلف في التفاصيل لكنها تتفق في المبنى. تمام؟ نفس الشيء في التطبيقات، تحصل مثلا تطبيق خلينا نقول اليوتيوب للفيديو، هتحصل فيه تطبيق ثاني اسمه فيه. كويس؟ الآن الأسباب اللي تخليك ليش تترجم تعتمد على يعني التحديات اللي تواجهها انت كشركه او كمطور. تمام؟ ولكن الترجمه هي موجوده في كل المجالات وبالتالي موجوده في المجال التقني. الترجمه من اصعب يعني المشاريع او الامكانيات، لانها تتطلب حاجتين، تتطلب معرفه ودراية عن التقنية بشكل عميق، مش قصة ما يساعد، لازم معرفة عميقة. واحد، اثنين، معرفة الأهداف أو المتطلبات للمشروع بشكل برضو عميق ودقيق.